عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله. نتمنى تكون صحيحتكم بخير وعلى خير. كيف درتوا؟ لاباس عليكم؟ توحشتكم بزاف. ان شاء الله اليوم غادي نصايب لكم غريبه البهله الملكيه. تجي بصراحه غزاله، لا في الشكل لا في المذاق، بلا تعب بلا حتى شي حاجه، تجي مقومه بصراحه. تتبغي القوام الا بغيتوها تجيكم هكا نتوما كيف ما تتشوفوا كيف تجي. تجي فنه لا شكلا ولا مذاقا، والمذاق اكثر من الشكل. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا هانتوما كيف ما تتشوفوا كيف تجي. تجي كلها مشقه، تجي محمره ماشي غريبه البهله، ضروري خصها تكون محمره ما تكونش بيضه. هذيك اللي تكون غريبه بيضه راه تكون ما طايباش مزيان، ضروري خصها تكون بحال هكا محمره، يكون الطحين طايب مزيان، حيت راكم عارفين فيها الدقيق خصو ضروري يكون طايب. شحال من واحد تيطيبها غير تيشوفها تفرقعات صافي تيحيدها تيخليها خضراء، هكاك راه ما طايباش مزيان. تنصحكم بانكم هكا تحمروها يجي اللون ديالها بحال هكا قهوي ان شاء الله. دابا غادي نوريكم المقادير والطريقه كيف غندير نخدمها. نتمنى ان الفكره ديال اليوم ديال غريبه البهله تعجبكم، ولا عجبتكم ما تنساوش تشاركوا في القناه ونمشيو نبداو على بركه الله. نمشيو نقول لكم المقادير شنو فيهم. نبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير عندي هنايا 300 غرام ديال اللوز اللي محمر، و 300 غرام ديال الجنجلة اللي مغسول ومحمر. عندي هنايا قبيصة ديال المسكة الحرة شوية، وعندي معلقة ديال القرفة صغيرة. عندي هنا معلقة صغيرة ديال الفاني، 250 غرام ديال الزبدة. عندي سكر كلاصي 400 غرام، بالنسبة لي ما تيبغوش الحلاوة يمكن له يدير 300 غرام. عندي كيلو 100 غرام ديال الدقيق، ثلاثة الخمارات حمر، زيت حسب الخليط، وقبيصه ديال الملحه. بالنسبه لهاد 300 غرام ديال الجنجلان، 150 غرام غادي نطحنها و150 غرام غنخليها هكا حبوب. وبالنسبه للوز هو كذلك غادي نطحنو، ما غاديش نطحنو حتى يولي بودر، غنخليه طريفات صغار. انا غادي نطحن هادشي ونتلاقى معكم باش ان شاء الله نخلطوها دغريبه البهله اللي تيجي المذاق ديالها. نتمنى انكم تجربوها تيجي المذاق ديالها خطير، فعلا خطير. غنبداو دابا ان شاء الله نخدمو غريبه ديالنا. الجنجلان انا طحنتو، طحنت النص ديالو، واللوز كذلك هو طحنتو. نتوما كيفما شفتو قلت لكم خليو هكا فيه طريفات باش ملي تاكلو غريبه تيجيكم فيها الطريفات ديال اللوز، تيجي المذاق ديالها غزال. دابا ان شاء الله غادي نبداو. اول حاجه غنوضع الدقيق. الدقيق يكون ضروري خاص بديال الحلوه، يكون مغربل. نوضع معاه 250 غرام ديال الزبده، نوضع الفاني والقرفة والمسكة، نوضع قريصة الملحة، نوضع 400 غرام ديال السكر كلاصي. كما قلت لكم يمكن لكم تنقصوا السكر، اللي ما بغاش الحلاوة يكتفي غير ب 300 غرام. بنحل هاد الزبدة، هادي الزبدة ضروري تكون بحرارة المطبخ، هانتوما كما تشوفوا راه رطبة بحال البومادة. دابا غادي ندخلها مزيان هاد الزبدة مع هاد الدقيق والسكر والمسكة والقرفة والفاني. انا تنحاول نعاود لكم المقادير باش اللي ما سمعهمش. دابا انا غادي نحركهم مزيان. هانتوما كيف ما تتشوفوا ديك 250 غرام ديال الزبدة تنحاول ندخلها مزيان. دخلتها مزيان في هاد الدقيق، تنديروا هاد العملية هادي ما تنحتاجوش ندلكوا بزاف غريبة البهلة. هانتوما كيف ما تتشوفوا. دابا غنزيد الجنجلان تاعي كما قلت لكم 300 غرام، نص مطحون والنص خليته صحيح. 300 غرام ديال اللوز، هاد غريبة تجي مقومه تجي لذيذة بزاف. نعاود نخلط مزيان كيف ما قلت لكم، الزيت حسب الخليط، تخليو الزيت هي التاليه. الزيت ما عندهاش شي عبار محدد، شي قياس محدد، تبقى على حسب الدقيق واش يشرب ولا ما تيشربش. تنخلطوا العناصر كامله وتنخليو الزيت هي التاليه كما كما تشوفوا. الريحه طالعه من هذا الشيء، واخا مازال ما طابتش ريحه زوينه. نتوما نحل داك اللوز مع الجنجلان، ومن بعد عاد نبقى نضيف الزيت شويه بشويه
غنبقى نضيف الزيت شويه بشويه. مصيبه عندي انا مع هاد الشين هادي والسين عندي معاهم مصيبه، مصبغش تخرج ليا. المهم نبقى هكا، من بعد نبقى نضيف الزيت، ندير حفره بحال هكا ونضيف شويه بشويه، نحاول ندخلها مزيان. نبقى مستمره انا هكا، ندير الزيت ونخلط، ندير الزيت ونخلط حتى نحصل على القوام اللي بغيت. هانتوما كيف ما تشوفوا انا دخلت فيها الزيت اللي كافيها، هي تشوفوها كتجمع لكم في اليد. صافي حبسوا، مازال ما دلكتها ما حتى شي حاجه. هي دخلت فيها الزيت دركتها واحد شويه، نضيف دابا الخمارات هما التاليين. بالنسبه لي بغي يخدمها في الليل ما يديرش الخمارات، يخدمها بحال هكا ويخليها يغطيها ويخليها حتى لغد ليه. بالنسبه لي بغا يخليها تبات، وبالنسبه لي يخدمها في البلاصه يدير الخماره. نتوما كما تشوفوا خلي الخمارات هما التاليين، نعاود نخلطو مزيان مع هذا الخليط كما تشوفوا. بحال هكا دابا نكحز هاد الخليط هكا للجنب، نوريكم شنو غندير. نكحزو كامل بحال هكا، وناخد الحكاكة هادي الغليظة ونبقى ندوز هكا شوية بشوية. هانتوما كيفما تتشوفو غنبقى هكا هكا باش متتحتاجش تليك بزاف، تنعرفوها بأنها منسجمة كاملة مع بعضياتها. انا نبقى حتى ندوز هاد الكميه كامله اللي عندي ونعاود نتلاقى معكم. هانتوما انا دوزتها كلها في الحكاكه، نتوما كيفما تتشوفوا نتاكد بان راه كلها مخلطه. دابا غنحاول نجمعها بحال هكا، ما نزيدهاش الزيت حيت هانتوما راه تتجمع. واخا تشوفوا هكايا راه تتجمع، هانتوما راه تتجمع. دابا نحاول نجمعها بحال هكا، صبر هاد الكمية هادي راه تتخرج تبارك الله كمية كبيرة نتاع البهلة. نتمنى انكم تجربوا هاد الطريقة، راه المذاق تيجي اللي دقة عندكم غنقولكم شنو دايرين فيها، تيجي المذاق ديالها غزال. هانتوما كيفما تتشوفو انا ما غندلكها دابا ما حتى حاجة، انا غنطيها بالسلوفان بحال هكا، غنغطيها بالسلوفان ونخليها ترتاح واحد ساعتين ولا ساعة ونص دالمكانة بما ساليتش عليه، وعاد نكس نكورها. فاش نبغي نكورها ان شاء الله نشكلها غادي نتلاقى معاكم عاوتاني. نبداو دابا نكوروها، انا راني بديت هنايا نتوما كيفما تتشوفو. بالنسبة للقياس كل واحد يدير القياس اللي بغات، نديرها بحال هكا كنجمعها نضغط عليها وتندير لها بحال هكا نتوما كيفما تتشوفو، تندورها نبقى معاها هكايا هانتو بحال هكا، متنكوراش عادي تتجي فيها ديك تتجي مقببة، تتجي بحال هكا هانتوما بحال هكا لي في اللاط. غنعاود معاكم وحدة أخرى، هانتوما كيفما تتشوفو العجينة راه ما جارياش بالزيت، وخا تتفرتت غير تديوها وتجيبوها في يديكم هي راه تطلق ليدا من اللي فيها تتعاونكم. تنضغطو عليها بحال هكا ونجمعها نقادها هكا بصبعاني، هانتو هكا هكا تبقى غادا معاها هكا هانتوما كيفما تتشوفو. والفران راني شاعلها، الفران ضروري يكون سخون بحال شكل اللي غادي يطيبو الخبز، ولا من الأحسن اللي بغا يديرها يكون غادي يطيب الخبز، يكون موجدها يطيب الخبز ويسالي ويحشيها هي تتبغي الفران يكون سخون مزيان. ومن الأحسن كون ما كان الفران المساحة ديالو صغيرة تتفرقع لكم غريبة البهلة. أنا غنبقى كنستمر ندير هاد الطيب ومن بعد نتلاقى معاكم إن شاء الله باش نوريكم الشكل ديالها فاش تكون فاش تخرج من الفران.
هانتوما كيفما تتشوفوا غريبه، انا خرجتها من الفران مازال ما ساليتش طياب. بغيت نوريكم هاد اللاطه اللي خرجت، هانتوما كيفما تتشوفوا تتجي كلها مشقه، واخا ما دلكناهاش بزاف. نتمنى انكم تجربوا هاد الطريقه وتعجبكم. هانتوما صراحه تتجي زوينه، وحتى المذاق ديالها تيجي غزال، غريبه ملكيه 100%. نتمنى انكم ديروها وتردوا عليا، ولا عجبتكم الفكره نتاع اليوم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتدعموني بلي لايك. وتنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التشجيع ديالكم. ولا بغيتوا شي وصفات نتمنى منكم تطلبوهم مني في الكومونتير ونوجدهم لكم، والى فرصه مقبله ان شاء الله.